اهلا بحضراتكم او لقاءاتنا على الهواء مباشره. زي ما نوهنا قبل ما نتابع معاكم التقرير، هنتكلم عن اهميه المشاركه في التعديلات الدستوريه والاستفتاء اللي هيجرى بدايه من يوم السبت القادم ولمده 3 ايام، السبت والحد والاثنين. الحقيقه هو اللي مطلوب ان احنا ننزل ونشارك ونقول راينا، لان راينا ده مهم جدا، ونبني على اللي وصلنا له. مفيش حد بيقدر يحقق كل اللي هو عايزه في فترة زمنية قصيرة، لكن الشعوب بتبنى في سنوات طويلة وبجهد وعرق وصبر طويل جدا. خلونا نرحب بضيفتنا اللي بتشرفنا في هذه الفقرة، الدكتورة أماني مصطفى، استشاري التطوير والجودة والخبير بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية. منورانا يا دكتور، أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. إيه الرسالة المهمة جدا اللي احنا لازم نركز عليها مع جمهورنا وشعبنا في المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية؟ ايه اللي عايزين نوصله للناس علشان يعرفوا أهمية المشاركة دي؟ انا عايزاهم يقعدوا يسمعوا، وخصوصا انا بخاطب شريحة طبعا كل المجتمع، شبابنا والسيدات، يقعدوا ويعملوا مقارنة عقلانية باللي هم مقتنعين بيه. اولا احنا كان في مشاركة للسيدات على مدار الفترة من الخمسينات لحد دلوقتي، كان السيدات تقريبا بيشاركوا من 5 ل 10 وده اقصى حاجة، وكان في تمثيل سوري يعني او شكلي. لكن احنا في الفترة الاخيرة كسيدات مصريات بقت لينا مشاركة كبيرة وبقى لينا دور فاعل، فإحنا اكتسبنا، أخدنا المكتسب ده نحافظ عليه وعايزين ننقله نقلة أكبر. طب أنا عايز المجتمع ككل زي ما حضرتك ذكرتي، وبعدين هروح معاكي مباشرة للسيدات المصريات، أهمية مشاركتهم إيه والصورة اللي نقلوها عن مصر بفهم ووعي السيدة المصرية في كل الاستحقاقات السياسية اللي مصر عدت بيها الحقيقة من 2011 للنهاردة، حلوها ومرها، اللي عدل وصلح الحال، واللي للأسف كان يعني بيسير للبلاد لمستنقع خطر، لكن في جميع الأحوال كانت المرأة بتشارك. أنا عايز هنا المجتمع كله ثم المرأة المصرية اللي هي نص المجتمع والمسؤولة عن النص الآخر. انا زي ما حضرتك بتكرمت كده بتقول ان احنا شايفين المجتمع اتنقل من حال لحال من 2011 ل 2019، شايفين كم انجازات على ارض الواقع، شايفين انا كسيده مصريه بقى ليا حقوق كتير وليا مشروعات وناس بتدعمني وليا مواقف سياسيه ومواقف اجتماعيه وموجودين في المجتمع وممثلين بكل الصور. حضرتك بتقولي انجازات، يعني معلش، هو في ناس بتشعر بالإنجازات دي وفي ناس وليهم كل التقدير والاحترام برضو، يعني محتاجين نقول لهم خد بالك، بص شوف هنا حصل ايه، بص شوف ايه الإنجازات اللي حضرتك يعني تحب تشيري ليها. احنا دخلنا 2010 مصر كانت بلد مهلهلة مهمشة من دول العالم، من افريقيا اللي هي احنا اقرب ناس ليها وكنا لينا رياده في وقت كده. افريقيا خالص تماما يعني. كان كل الناس واخد مننا موقف، بيحاول على قد ما يقدر يبين السلبيات اللي موجوده عندنا. اي خطوه بنعملها بيقولوا احنا ده انقلاب ده، وبيتحكموا فينا او فاكرين ان هم ممكن يتحكموا فينا. الحقيقه انا عايزه اثمن دور الشعب في الوقت ده ورا الحكومة اللي هو شاف ان هو ده اللي اختارها. اتحملنا ارتفاع في الاسعار، اتحملنا فترة ما كانش فيها امن، اتحملنا ضغوط كتير، ولكن عبرنا الى حال تاني خالص. مصر واخدة رئاسة الاتحاد الافريقي، مصر هي اللي بتقود العرب للطريق الصحيح، هي اللي بتشترك في الخطوة في خريطة الطريق اللي موجودة في الوطن العربي، ليها دور ليها رأي، الرئيس بتاعها بيتم دعوته في كل مكان. ده لو احنا خدنا على المستوى الخارجي، يعني في مستوى خارجي ومستوى داخلي طبعا. المستوى الداخلي عندك سيدات في البرلمان 90 سيدة وحقائب وزارية مهمة جدا ممثلة للمرأة،
وانا برجع يعني الاصل ده صراحه الى ايمان سياده الرئيس شخصيا. هو مؤمن كشخص باهميه دور المراه، مش بس مجرد كلام بيتقال يعني لتحسين الصوره العالميه. تاني حاجه بقى عندك جهات بتدعم الاقتصاد والتنميه في مصر، بتحاول على قد ما تقف جنب مع شبابها، مع الجهات، مع الفئات المهمشه، بقى ليهم دور، بقى ليهم مكتسب على ارض الواقع. شبكه طرق اتحسنت وطلعت بيها، هتبدا تدخل يعني درجات اعلى في العالميه، وبقينا من احسن شبكات الطرق اللي موجوده، وده مهم جدا كبنيه تحتيه طبعًا لمجتمع بيدور على الاستثمار ورؤوس اموال وكل حاجه. مش هنقول ان الصوره كلها وردي واحنا بقينا اوروبا. المرأة المهمشة، يعني المرأة السياسية البارزة، المرأة اللي بتشارك في صنع القرار، الوزيرة، عضو مجلس النواب، المرأة في يعني القمة زي ما بنقول. وكمان مصر والقيادة السياسية اهتمت بالمرأة المعيلة والمرأة طبعًا الغارمة والمرأة في المناطق أو الأسرة في المناطق العشوائية. يعني احنا عايزين نقول ان على قدر اهتمام بالصفوة، لان هم دول اللي بنقول عليهم القاطرة، كمان كان الاهتمام بباقي المجتمع. بالمجتمع طبعا، يعني هيبقى عندنا 100 وزيرة لكن عندنا 50 مليون سيدة مصرية. 50 مليون أسرة، هم دول الحقيقة اللي هم دول البالك الكبيرة. كمان في حاجة زي التعديلات الدستورية، في حاجة زي القرارات اللي الدولة بتاخدها، بيكون عين الاعتبار للقاعدة دي، القاعدة العريضة طبعًا من الناس. يعني أنا بدعو يعني السيدات المصريات اللي هي اللي ليها عمل واللي ليها ابن واللي ضحت بأغلى ما عندها، ابنها راح في شهادة وفي موقف دفاع عن الوطن طبعًا. وأثبتت برضو أم الشهيد إنها ليهم يعني مكانة، إحنا عدد لا يستهان به وأسر لا يستهان بها. طيب إحنا نضيع حقوق الناس دي؟ لا، إحنا حتى لو أنا مش مقتنعة بكل البنود اللي جت في التعديلات الدستورية، أنا أنزل عندي مكتسب إن بقى ليا آرائي أساسا بيتاخد سواء سلبي أو إيجابي، أنزل وهقول رأيي اللي أنا بفكر بيه مخي. طب أنا دلوقتي بقى عندي معاش لأسر كتير جدا، بشوف أسر كتير جدا لسيدات عندهم معاش بسيط على الأقل يضمن لهم صحيح الحياة الكريمة، الحد الأدنى عندي حتى. عندي مجالات صحة. ناس بتقول لنا أنا مهتم بيك حتى بأولادك في الأنيميا. عمرنا سمعنا في مصر إن حد بيدور على الأنيميا والتقصي، أنيميا والأطفال طول عمرنا مشكلة اللبن والبسكوت والبسكوت واللبن وده ما عندناش غيرها في التعليم. بقى عندك حد بيقول انا عايز انهض بمجتمع على 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 يعني حاجه صحيحه. الجزئيه دي يا دكتوره اللي هي الصحه صحيحة. ويعني حضرتك كمان في المقام الاول طبيبه، وشفتي يعني زي ما بنقول كده، يعني زي ما بنقول ايه، اجيال كثيره من الاطفال، وكمان رعايات مختلفه من حكومات سابقة. لكن لازم الحقيقة نسمن على ان يعني المشروع الاخير اللي تحت رعاية الرئيس، سواء 100 مليون صحة وفيروس سي، او سواء زي ما سيادتك ذكرتي احنا عندنا 20-25 مليون تلميذ في المدارس، وزارة الصحة والتأمين الصحي بيعملوا لهم المسح للتقزم والفيتامينات واللي هي صحتهم في المستقبل. مجتمع صحيح سليم، ما هو انا لو ما عنديش مجتمع سليم مش هقدر ان انا ابني بناء صحيح. حمله مليون صحه رائعه، اكتر من رائعه صراحه، والعاملين فيها ناس متخصصه وحملة ناجحة بكل المقاييس، وأثبتت وفي ناس اكتشفوا أمراض كتير يقدروا يعالجوها بسيطة في أولها. يعني القصة مش فيروس سي بس،
لا 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 لا، هو الضغط والسكر كمان، ضغط وسكر في منتهى الخطورة. طيب يعني انت لما يبقى عند حضرتك، لو واحد متخصص وعندك قراءات للواقع الصحي اللي موجود في مصر، تقدر بقى تتوجه والله طب عندنا امراض ضغط اكتر، طب نقدر نعالج ده بايه ويبقى عندي مواطن سليم مصري بعد أي كده. أي في كل القطاع ده على مستوى القطاع الصحي. الحقيقه شايفه كمان الشباب، في مجموعه شباب بيعد لقيادات الدور يعني المرحله القادمه، الصف الثاني، الصف الثاني، لان دي من احنا المشاكل اللي عندنا هي مشاكل الاداريه، وان انت تطلع نخبه فاهمه تدير الموارد اللي موجوده عندنا. فدي كانت بالنسبه لي انا كواحده بفكر، اما اقعد افكر احط النقاط اللي انا شايفه انا خدت فيها مكتسبات. طيب احنا يعني لازم نتكلم كمان على التعديلات الدستوريه دي، من حيث انها بتدي مزيد من المكاسب للمراه، يعني وصول تمثيل المراه في المجالس البرلمانيه ل 25%. ويعني كمان اللي عايز برضو اوضحه سيادتك، يعني تشاركينا بخبرتك ورايك، ان الدستور بالمتغيرات اللي بتحدث قابل للتغيير مرة واثنين وثلاثة. يعني احنا داخلين على تعديلات دستورية ممكن كمان سنين كترت او قلت نحس احنا كشعب ان محتاجين الفترة محتاجة، فنغير تاني ونغير تالت زي كل الشعوب المتقدمة ما بتعمل. يعني اهمية ان احنا نفهم التعديلات الدستورية دي، وان الدستور ما هوش قرآن. يعني لا طبعا اكيد هو الدستور بيحكم، لكن بيحكم العلاقه ما بين المواطن والدوله. لكن على مدار العصور في ناس بتفصل دستور، وعلى وفي كل الدول في ناس بتغير في الدستور. انا الضمانه اللي عندي الاساسيات، ان انا يبقى عندي انسان انا 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 شايفه ان رئيسي ده حد وطني وبيتحرك في 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 اتجاه معين، عندي جيشي، عندي شرطتي، عندي الناس القائمين. ممكن يبقى في تجاوزات، مش يعني انا مش عايزه اقول ان كل حاجه وردي، ولكن في تجاوزات، لكن ما فيش حد بدون اخطاء، نصلح سوا. طب وهي انهي دوله ما فيهاش تجاوزات؟ اه بالظبط. يعني ما هو الفكره ان هم فاهمين ان الصوره ورديه في الخارج، لما يجي نتكلم عن حريات وديمقراطية. طب انت شفت لما فرنسا حصل فيها مشكله، هل تم تناول الشرطه بشيء بطريقه غير اللي تم تناولها عندك هنا؟ لا هو لا. في اي دوله، في اي دوله لازم هتحافظ على المكتسبات. لما يكون في حاجه في قانون الامن القومي بتاثر على السلامه الداخليه للوطن، على طول بتلاقي قوات الجيش والشرطه بتتدخل. لا يعني لصالح الوطن، عشان الوضع يستقر. هو ده يعني. صح. هو انت لما بيبقى عندك في الاسره البسيطه خالص اختلاف ما بين الاولاد والابناء ويتخانقوا مين الحكم في النهايه؟ في ابر هاند في النهايه، لازم بتدخل حتى ولو القرار بتاعها مش عاجبك. ايوه، حتى لو قرارها مش عاجبك. انا شخصيا والا ممكن الامر يعني ما نعرفش ممكن يصل لايه. يصل لايه؟ انا لو سبته اخليهم بقى يعملوا اللي هم عايزينه. لا، شوف حضرتك الحريات ليها مفاهيم مختلفة في المجتمعات. احنا محتاجين نشتغل كتير على نفسنا ونغير ثقافة المجتمع ككل، لنظرته للمرأة، لنظرته للشاب، لدعمه للشاب. انا مش بدعم الشاب على اي حاجة، لا، ادعمه في الطريق الصحيح. المواطن الصالح، مين هو المواطن الصالح ومين هو المواطن اللي هو بيهدم في بلده؟ مطلوب مني ان انا اقعد افكر في كل المكتسبات اللي انا اخدتها، مطلوب مني ان انا افكر. انا بالنسبه لي كما اجي افكر اداره، يعني انا مخي كله مترتب على كده. مش كل في خمسه سته مديرين قصادي، والخمسه سته مديرين اما يجي يدير الخمسه سته ممكن يديروا صح، بس كل واحد عنده اولويات. انا بالنسبه لي شايفه ان الراجل اللي موجود دلوقتي هو بيدير باولويات كويسه ومدياني مكتسبات. طب اروح اجرب حد؟ هو الحقيقه يعني انا هنا هرجع بقى برضو في تخصص الدكتوراه لحضرتك، وهو علم الاداره. ممكن حضرتك تفهمي كده الساده المشاهدين وتفهميني معاهم ببساطه مستويات الاداره والافق وكم المعلومات اللي بتتوفر لمستويات الاداره المختلفه لحد ما نصل الى المستوى الاعلى للاداره اللي بيتوفر له ايه من المعلومات، وبالتالي مساله اتخاذ القرار
بمستويات الإدارة المختلفة عشان نفهم يعني المدير على مستوى المؤسسة، وبعدين مثلا الوزير، وبعدين رئيس مجلس الوزراء، وبعدين الرئيس، كمستويات إدارية مختلفة، إزاي بيتخذ القرار وآفاق الرؤية عند كل مستوى إداري اللي بتتيح له اتخاذ القرار؟ وهل يجب أن الناس تعرف أسباب القرار إيه في علم الإدارة ولا لا؟ أقول لحضرتك، هو طبعا زي ما حضرتك كرمت بتقول هي مستويات مختلفة. فلما إحنا بنتكلم دلوقتي عن رأس الدولة اللي هو عنده كل المفروض كل صغيرة وكبيرة، ولو حد مش يعني لو قلنا لا أصل الرئيس مش واصل له الكلام ده يبقى كلام غلط. ولكن اختياره أولوياته زي ما بقول لحضرتك، قد هيجي في ناس بتقول هو ما فيش سيسي تاني، لا في 10 وفي 20 وفي 100 في عندنا في المؤسسة العسكرية وفي برا المؤسسة العسكرية. مصر مليانة، مصر مليانة طبعا، وهو التعديلات الدستورية فيها تعيين نائب أو أكثر. هو دي من الحاجات كمان المكتسبات اللي أنا عندنا أمل إن إحنا يبقى فيه من النواب سيدة، عندنا أمل يبقى فيه سيدة وفي كفاءات تسمح، وفي كفاءات تسمح بذلك. نعم. فأنا زي ما بقول لحضرتك هو بيتم إحنا اخترنا ووافقنا في الشخص ده. أنا هو وجهة نظره وأولوياته، أنا مش هقول إن أولويات الدولة أو اللي هو شايفها إن أولويات الدولة ده بيبدأ لازم بكل رؤية شخصية هو في التطوير اللي عايز يعمله. هو شاف على ما إحنا شفنا على مدار الأربع سنين الأوائل رؤية أمنية بحتة وتحسين للصورة الخارجية، لأن دي الأولويات في التوقيت، ودي كانت أولوياته وهو أنجزها على أجمل وجه. نعم. الأولويات التانية بناء المواطن المصري، جت صحة وتعليم، ودي إحنا موافقين عليها. وبدأ بالأقل، يعني أنا هنا عايز أقول إحنا بعض الناس يقولك الطبقة الوسطى، والحقيقة كلنا يعني معظمنا من الطبقة الوسطى يعني، واهتمام الدولة بيها. طب أنا لو عندي يعني مسؤول عن شخصين، شخص مستوى المادي صفر مفيش، وشخص قادر يعيش يعني في إمكانية، لازم يعني كأمان وسلام داخلي إن أنا أهتم بالشخص اللي مفيش خالص ده، أرفع من شأنه، وبعدين الشخص اللي ممكن مستواه أقل شوية هبتدي أديله أولوية بعد كده علشان يحافظ على مستواه أو يزيد. وده اللي شفناه في القرارات الأخيرة لسيادة الرئيس برفع الحد الأدنى والزيادات اللي عملها في الدخول الموظفين اللي هم الطبقة الوسطى. أيوة، أنا كمان مش عايزة إن الناس تحصر إنجازاتنا كدولة وكوطن في مجرد تسعير. الأسعار عالية في كل حتة، حتى إحنا واللي بيقارن يقولك أصل مستوى الدخل بتاعنا غير أوروبا. طب اشتغل، في كام شاب مصري بيروحوا اوروبا يشتغلوا يعني شغلانات انت نفسك تستغرب بتعملها هنا؟ طب تقدر تعملها في بلدك؟ على فكرة ناقشت بعض الشباب، طب انت لو رحت مثلا الدولة دي او الديف اوروبا انت عارف انت ممكن تشتغل ايه؟ قال انا عندي ساعة اشتغل اي حاجة. طب ما تشتغل اي حاجة دي. لا ما اشتغلش هنا اي حاجة. طب يا عم ما انت قاعد في بلدك. دي ثقافة مجتمع، انا اشتغل برا واعمل اللي انا عايزه وانام في الشارع. لا احنا بالعكس، انت هناك مواطن درجة تانية، مواطن درجة 10. هنا حتى لو كان في البعض بيقول لك دي وصاية ومحسوبيات، لكن في النهاية تقدر بالقانون تاخد انت مواطن درجة اولى. وفي نماذج نجحت يا دكتور، يعني احنا شايفين شباب قدروا ان هم مشروعات صغيرة، وبرضو اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة ودعمها، يعني لما الرئيس يضع 200 مليار جنيه تحت بند المشروعات الصغيرة خصوصا الشباب. طيب نتقدم بقى ونشوف التمويل من 50,000 إن شاء الله ل 2 مليون و 3 مليون ونبدأ المشروع. يعني فكرتك مشروعك مثلا كمبادرة حاجات كتيرة الحقيقة. شوف يا حازم بيه، من هنا مكاني دلوقتي بحملك مسؤولية اللي انت تقول النماذج الناجحة. أرجوكوا كإعلام قولوا النماذج الناجحة. أنا عارفة التلفزيون المصري من الناس
كلهم بروفيشنال وعلى مهنيه وفعلا بيهتموا بالحاجات دي. نعم. محتاجين ان احنا نضغط على القنوات الخاصه، بين النماذج الناجحه وكتير قوي يا دكتور، كتير قوي 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 حقيقه. يعني احنا بنتمنى ان الناس الحقيقه برضو انا يعني براهن زي ما الدوله كلها رهنت على وعي المواطن المصري في استحقاقات سياسيه سابقه، بنجدد هذا الرهان على وعي الشعب المصري وفهمه للمتغيرات الكتيره اللي بتحدث، وخصوصا في التوقيت ده نشوف حوالينا كده الدنيا عامله ايه على حدودنا كلها والبلاد ايه اللي بيحصل فيها، ونحمد ربنا على نعمه المواطن البسيط. على درايه باللي حضرتك بتقوله ده جدا. يمكن الاعلى مرتبه واعلى هو بيكبر دماغه من النقطه دي. المواطن البسيط جدا لما بتقف في في في, في الكلام ووقت الصح بتلاقي ناس بسيطه جدا. صحيح. يمكن ما عندهمش اي رفاهيه ولا اي حاجه، يعني واخدين الحد الادنى من الرعايه والاهتمام وهم اللي واقفين ورا البلد. نعم. يعني كل التوفيق لبلدنا وكل الامنيات الطيبه لشعبنا ومشاركته الانتخابيه ان شاء الله في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه يوم السبت القادم. شكرا جزيلا دكتوره اماني مصطفى استشاري التطوير والجوده والخبير بالمنظمه العربيه للتنميه الاداريه. بشكر كل المشاهدين اللي تابعونا في هذه الفقره. فاصل هنتابع من خلاله تقرير عن المؤتمر الدولي السنوي اللي بيعقد تحت رعايه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكلية الدراسات الأفريقية العليا، اللي هيبدأ إن شاء الله يوم الاثنين القادم موافق 22، وأهم الفعاليات اللي فيه. ومن بعده هنستقبل ضيوفنا على الهواء مباشرة، الأستاذ الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، والأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي وكيل كلية الدراسات الأفريقية العليا، طبعا دكتور محمد نوفل رئيس المؤتمر، ودكتور عطية نائب رئيس المؤتمر والمسؤول عن التنظيم. هنشوف ايه الاستعدادات لهذا الحدث المهم اللي كمان هيقوم بافتتاحه ان شاء الله دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بحضور كثيف ان شاء الله يوم الاثنين القادم في جامعة القاهرة بعد هذا الفاصل ان شاء الله.